السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مساك الله بالخير أخوي عبد الرحمن. الله يمسك في النور يا جاسر، وأحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليلة، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. وفي أبرز مواضيع حلقة الليلة، وزارة البلدية تدشن دليل اشتراطات الوسائل الإعلانية والدعائية، مركز هواة الطوابع والعملات يحصد ميداليات عالمية، إطلاق ورشة تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية. كانت هذه عناوين لحلقة الليلة، والبداية عند الزميل جاسر. شكرا لك أخوي عبد الرحمن. في البداية مشاهدين الكرام، دشنت وزارة البلدية الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية في دولة قطر، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. وقبل التوسع في مناقشة تفاصيل هذا الموضوع نتابع في هذا التقرير. نتيجة للتطور العمراني السريع في دولة قطر، قامت وزارة البلدية بوضع معايير تخطيطية لقطاع الدعاية والإعلان عبر تدشين الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر. ويهدف الدليل إلى الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها، وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها. كما يشتمل الدليل على جميع المستندات المطلوبة لكافة الأنواع والإجراءات اللازمة لها على نظام رخص الإعلان الإلكتروني، سواء كانت لإصدار رخصة الإعلان أو تجديدها أو إلغائها في حال الرغبة بذلك. ويسهم الدليل في تشجيع المحافظة على البيئة الاستثمارية بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر إعلانات المستثمرين، مع الحفاظ على هوية المدينة والرؤية البصرية الجمالية والمعالم الهندسية والعمرانية، مما يساعد في تحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالرؤية البصرية لمعالم المدينة لتحقيق الهوية الجمالية والتنسيقية لجميع المدن بدولة قطر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد خليفة الخيارين، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الريان بوزارة البلدية. مرحبا بكم السلام أبو محمد، منورنا في الاستديو. مرحبا بكم، جزاكم الله خير على استضافتي على هذا البرنامج عشان نتكلم عن الاشتراطات بشكل مبسط. يا مرحبا والله ومسهلا يا أبو محمد. في البداية ودنا نتحدث عن أهم ما يتضمنه طبعا هذا الإصدار الثاني من دليل الوسائل الإعلانية. شو اللي يتضمنه هو أهم هذه النقاط؟ يعتبر الدليل هذا اشتراطات شاملة، تعتبر شاملة في الناحية ويش التنظيمية والتخطيطية والتصميمية بالنسبة لوسائل الإعلام، وبالنسبة لوسائل الإعلام في الدولة، بالإضافة لإيش آلية إصدارها في آلية إصدار الإعلانات هذه في كل بلدية طبعا. أبو محمد، خلينا نتكلم على الاشتراطات، يعني هل تختلف داخل حدود نطاق الملكية عن خارجها ولا؟ أكيد بالنسبة للاشتراطات طبعا، لما يقدم الشخص كترخيص إعلان أو شيء، نشيك إيش على موقعه وعلى موقع اللوحة ومعاييرها وكل شيء، وحسب الرؤية البصرية وحسب إيش متلقي الإعلان. ما شاء الله تبارك الله. طبعا المحظورات اللي يجب الابتعاد عنها في الوسائل الإعلانية والدعاية، ما هي هذه المحظورات؟ طبعا في محظورات ان نظمتها الاعلانات، مثل محظورات ايش؟ مثل الاعلان ايش على دور العباده، على المنشات، على الله يسلمك المباني الاثريه او التاريخيه، على الاشجار، على الحاويات، على الاشارات الارشاديه والمروريه طبعا.
زين محمد، ممكن واحد يسألنا كيف يتم مراجعة مراقبة مثل هذه الإعلانات؟ هل أو الاشتراطات، يعني هل فيه حملات تفتيشية تقومون فيها أنتم بكل مثلا وسائل إعلان دعاية معينة موجودة في مكان معين؟ طبعا حدد القانون هذا الشيء. طبعا في كل بلدية في اللي هي إدارة الرقابة العامة، هي المسؤولة على متابعة هذه الإعلانات. يعني في حملات تفتيشية إن شاء الله؟ في حملات تفتيشية. والإجراءات هذه بعد الحملات هذه، شو الإجراءات أو شو المخالفات اللي تم فرضها على حدد القانون هذه؟ عقوبات والمخالفات طبعا، مثل وإيش؟ عدم صيانة اللوحة نفسها أو موقعها، أو طبعا حدد صيانتها أو موقعها أو طريقة طبعا صيغة الإعلان. ممكن أعطيك طريقة وأنت حط لي طريقة ثانية. صحيح، هذه تعتبر مخالفة. نعم. وش المخالفة نفسها؟ ما هي هذه المخالفة؟ المخالفة طبعا أو اللي تم فرضها على، شوف، المخالفة طبعا بالرسوم طبعا، هذه عقوبات. صحيح. طبعا في إدارة الرقابة، بس أنا الخلفية اللي عندي أن العقوبة، أن المخالفة طبعا من 20,000 ممكن تخفض إلى 10 في حالة دفعها وإيش وإزالة المخالفة. خلينا نتكلم عن الدليل بشكل عام، يعني احنا ممكن مرينا عليه مرور سريع بالنسبه للدليل، ايش الجديد فيه؟ يعني ايش اللي يختلف مثلا عن 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 سابقه؟ ايش الجديد، ايش الاضافات اللي تم احتواء في هذا الدليل؟ بالنسبه للدليل، الدليل هذا الله يسلمك تواكب الدليل مع ايش؟ مع رؤيه قطر 2030. فطبعا تم إيش دراسة الدليل من قبل مكتب سعادة الوكيل، طبعا بجهود طبعا فريق عمل كامل. احتوى الدليل على الأشياء مثل اللوحات الإرشاد، سوري، اللوحات الإلكترونية، وفي عندك اللوحات على الطرق الفرعية والرئيسية. هذه الإضافات الجديدة. والإصدار الأول هل كان شامل هذه الأمور ولا في تعديل؟ لا، في تعديل، كان شامل بس في تعديل على الدليل. وما دام قطر الله يسلمك في بالنسبة للدولة فيه تطور. صحيح. انا مو في تطور الله يسلمك، عشان كذا الدليل يفضل. صحيح. في تطور. صحيح. خاصه وسائل اعلان، وسائل اعلان والدعايه تطور يعني بشكل او باخر، سواء الحين وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. يعني صحيح. في كل هذه الامور، يعني اتوقع من جانبكم تواكبون هذا التطور السريع. احنا الله يسلمكم مواكبينه اول باول. فالدليل هذا شغالين عليه ترى تقريبا على مرحله سنتين شغالين، وما زلنا بنطور، بنشوف الصعوبات فيه او بنشوف الاشياء اللي فيه طبعا، وراح نحدثها اول باول. طيب بالنسبه للمعلن او خلينا نقول الاعلان نفسه، تجديد هذا الاعلان كم، او خلينا نقول اقصى مده لتجديد هذا الاعلان كم المده اللي يحتاج؟ تجديد الاعلان هذا اسلمك، الاعلان بعطيك اياه بشكل مفصل. الاعلان الله يسلمك ان ايش؟ كل بلديه لها الحق بالنسبه للاعلان كاصدار الاعلان. جميع البلديات هي البلديه المعنيه. صحيح. اول شيء في ثلاث انواع من الاعلانات، في الاعلان المستمر والاعلان الشهري والاعلان السنوي. الاعلان الشهري الله يسلمك اللي من يوم لثلاث شهور، ويتم تجديده مرتين فقط بطلب المرخص له، وينتهي بانتهاء ايش؟ مدته. طيب بالنسبه للسنوي، بالنسبه للسنوي الله يسلمك مدته من يوم لسنه. حلو. تجديده مدة أخرى حسب طالب الترخيص. في حالة انتهاء بدون ما يطلب المرخص فينتهي بانتهاء المدة. المستمر هذا الله يسلمك، المستمر اللي هو طبعا احنا بعض المرات في ناس يسمونه الدائم الثابت على المحل. نعم. هذا المستمر ما له مدة انتهاء، بس انتهاء بانتهاء ايش؟ صلاحية اللوحة، أو بانتهاء المشروع نفسه. المشروع نفسه يعني هو راح يكون مثلا مربوط بالسجل التجاري مثلا؟ لا لا لا. أو ايش شلون بالضبط؟ مثلا الحين أنا فتحت مشروع، خليته سنتين ثلاث سنين، رحت سارية ما فيها مشكلة. طبعا تكون يعني مش تبي صيانة، مجرد ما تبي صيانة فالتحول هذا خلاص. فالحين عقب سنتين قلت أنا بسكر مشروعي، فلازم أشيل أنا لوحتي وكل شيء خلاص. طيب واحد مثلا يبي يغير مثلا ديزاين ولا تصميم، يقدم على ترخيص جديد. نعم. ترخيص جديد. نعم. يعتبر مستمر ان شاء الله. طيب اذا انتهت هذه مده الترخيص هذه، شو المخالفه اللي تم فرضها؟ او خلينا نقول ايه، عدم تجديد المستمر ما له مده انتهاء، غير المستمر خلينا نقول الشهري او السنوي. بس طبعا في عقوبات عليها، في غرامات باداره الرقابه. طبعا مثل ما قلت لك الغرامات تقريبا من 20,000 إلى 10,000 في حاله عدم تجديدها او عدم إزالة اللوحة. نعم. احنا بس نوضح للسادة المشاهدين ابو محمد ان هذه الاعلانات او هذه الدعايات وين اختصاص البلدية فيها؟ يعني هل هي مثلا المختصة مثلا في الشوارع، في المولات،
لهذا اللي نشوفه في المباني، هل كلها مختصة في نطاق البلدية أو لا؟ كلها مختصة في نطاق البلدية. بالنسبة لإعلانات الشوارع أو اللي هو داخل مولاتها طبعا اللي هي شركة مستلمتها طبعا اللي يعلن الشخص عن طريقها. بالنسبة للمباني هذا كلها في النهاية كلها ترخيصها من قبل وزارة البلدية. بالنسبة للحصول على الإصدار الثاني، وين الواحد ممكن يحصل على هذا الإصدار؟ وعشان نوضح بس للمشاهدين، الإصدار لسلمك على موقع التواصل الاجتماعي لوزارة البلدية، في موقع وزارة البلدية موجود الإصدار، موجود في هذا، موجود الإصدار هذا. ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع في البداية، احنا تكلمنا عن الإصدار الثاني، تكلمنا عن الاختلافات اللي في الإصدار الثاني. شو الهدف من هذه الإصدارات؟ طبعا الهدف اللي تبون توصلونه من خلال الإصدارات، الله يسلمك، حنا في طبعا رؤية الدليل، رؤية الدليل تواكبت ليش حسب تطور العمراني اللي صار في البلد كذا سنة. فتطور الدليل بمعنى عليه ان احنا ايش صرنا نحاول نواكب هذا التطور. صحيح. بما ان احنا نحصل على اللي هي اشتراطات صح، واللي هي بالنسبة الله يسلمك باللوحات الصحيحة ما يبين طابع المدينة أو دولة قطر كاملة. طيب بيكون في إصدار ثالث؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ما وعدك، لكن إن شاء الله إحنا الفريق لحد الحين مستمرين في الإصدار هذا ويتابعون أول بأول، بنشوف وضعه في الدولة كيف وضعه، خاصة إحنا مقبلين على كأس العالم. فطبعا في بيكون في تنافس من الشركات. صحيح. تنافس من الشركات بالنسبة لوسائل الإعلام وكل شيء. فالوزارة حرصت انها على انها حرصت على انها تطلع شيء ما يليق بالدولة. صحيح. تعرف ان الدولة بتستضيف كأس العالم، فبيكون من شتى العالم موجودين. اكيد طبعا. فلازم كل طابع اللي هو كل خلينا نقول كل مدينة لها طابع اعلاني، تكون محافظة على هذا الطابع. صحيح. نعم. صحيح. ما هذا السؤال ابو محمد، يعني هل الاصدار الثاني يعني لها اعتبارات خاصة، خاصة بحكم ان قطر ان شاء الله بعد اشهر قليلة مقبلة على اجواء كأس العالم؟ تأكد احنا حرصنا على الإصدار الثاني قبل كأس العالم، ليش؟ مواكبة لها التطور. فأنا قلت لك حنا مستمرين إن شاء الله، ممكن يكون ثاني وثالث ورابع بعد ممكن، بس حسب التطور. طيب بالنسبة لك يا أبو محمد، خلنا شخصيا بالنسبة لك، هل تشوف أن هذا الإصدار حاليا يحتاج بعد ظهوره هل يحتاج بعض التغييرات على اللي نشوفها هالأيام، يعني قبل كأس العالم وقبل، ولا هل هو شامل الأمور كلها اللي نحتاجها؟ شوف حاليا شامل، بس ما مثل ما قلت لك متابعين. صحيح. ولا راح نوقف، ما دام احنا موجودين ما راح نوقف. ليش؟ متابعين أول بأول بحيث تطلع دولتنا بالنسبة للإعلانات أو مميزات الإعلانات، لأن الإعلانات هي تبرز دولة ناسها. طبعا. صحيح. ممكن محمد يعني قبل ما نختم هذه الفقرة معك، كيف ممكن واحد يقدم على 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 مثلا اعلانات او بخصوص الدعايه؟ هل لازم عن طريق هذه الشركه الخاصه اللي ذكرتها، او يتوجه مثلا مباشره لاي بلديه مختصه، او ممكن عن طريق الموقع ايضا او اللاين على موقع الوزاره؟ تقدم الاشياء اللي عندك، طبعا الدليل من 89 صفحه. انا مشكله لو جاهز الكتيب كان جبتها معي، بس 89 صفحه. فكل شيء موجود فيه، الاشتراطات وكيف تقديمه، المستندات المطلوبه، فيقدمها. الحين المواطن او المقيم او المستثمر نفس الشيء، ما يحتاج انه يروح اي وزاره، هو قاعد في بيته يقدمها عن الموقع الوزاره بالتصاميم بالاشياء اللي هي كل شيء بالتصاميم كل شيء، فيدرس من الوزاره في خلال 24 ساعه يتم اصدار رخصه اعلانه. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. كلمه اخيره يا ابو محمد بخصوص هذا الاصدار الثاني. اشكركم على اول شيء على استضافتكم، ثاني شيء مثل ما قلنا نتمنى دائما نشوف دولتنا في أحسن حال بإذن الله. بيض الله وجهك يا أبو محمد. أخوي خليفة الخياريم، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الريان، شكرا على تواجدك معنا اليوم. الله يجزاكم خير، بيض الله. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج ترحيب، لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونتابع بعد ما تبقى من برنامج. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نتوقف الآن مع فقرة أخبار محلية سريعة. وفي البداية، احتفلت كلية العلوم الصحية في جامعة قطر بتخريج أول دفعة من قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل هذا العام ضمن خريجي دفعة 2022 من طلاب جامعة قطر، وقد بلغ عدد خريجات هذا التخصص 17 خريجة.
وكرمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا طلابها المتفوقين المقبلين على التخرج تقديرا لهم على إنجازاتهم، وذلك في احتفال خاص بجائزة الرئيس للتفوق الأكاديمي. كانت هذه بعض الأخبار المحلية، والحين عندك يا أخوي عبد الرحمن. شكرا يا جاسر على هذه الأخبار. ومشاهدينا الكرام، شارك المركز القطري لهواة الطوابع والعملات التابع لوزارة الثقافة في المعرض العالمي للطوابع، والذي أقيم مؤخرا تحت مظلة الاتحاد العالمي للطوابع FIB في سويسرا. مشاهدينا الكرام، في التقرير التالي نستعرض آخر إنجازات المركز القطري لهواة الطوابع والعملات التابع لوزارة الثقافة. نتابع. حصد المركز القطري لهواة الطوابع والعملات التابع لوزارة الثقافة على ميداليات عالمية قيمة، وذلك خلال مشاركته في معرض الطوابع إيباكس 2022 الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 15 من مايو الماضي، تحت رعاية جمعية الإمارات لهواة الطوابع وبمشاركة جمعيات الطوابع في دول الخليج والدول العربية. وقد شارك النادي بأربع مشاركات عالمية قام بتقييمها نخبة من المحكمين الدوليين. الجدير بالذكر أن المركز يعمل على رعاية ونشر ثقافة هواية جمع الطوابع والعملات والارتخاء بها، وإتاحة الظروف المناسبة لتنميتها بالوسائل العلمية والفنية، كما يعمل المركز على تهيئة السبل لكافة أعضائه لممارسة الهواية بالشكل المناسب وتوثيق روابط التعاون والتعارف بين هواة جمع الطوابع والعملات في دولة قطر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد حسين رجب الإسماعيل، مدير نادي الطوابع والعملات. حياك الله يا أبو علي. يا مرحبا والله. مساء. أهلا وسهلا بكم يا هلا. يا مرحبا أبو علي. خلنا نتكلم الأشكال على واجه. خلنا نتكلم أول شيء عن معرض اللي يقيم مؤخرا، معرض FIB واللي كان مقام في سويسرا. طبعا هذا المعرض العالمي عقب جائحة كورونا، هذا أول معرض نشارك فيه الصراحة على مستوى العالم، وقام تحت مظلة الاتحاد العالمي، شاركوا فيه تقريبا 66 دولة ما شاء الله من دول الخليجية، إحنا والإمارات وكويت شاركوا معنا في هذه التظاهرة. ما شاء الله. الحمد لله احنا شاهمنا في اربع مشاركات، واحده تركنا فيها عن الاصدار الاول لطوابع قطر، هي فتره الشيخ احمد بن علي الله يرحمه. الله يرحمه. هي فتره الستينات تقريبا 1961، والحمد لله حصلنا على مذهبه كبيره. احنا مو بذهب، نسميه مذهبه كبيره. شو الفرق يعني بين الذهب والمذهب؟ التقييم في الطوابع عندنا احنا بذهب، ذهبه كبيره، ميدالية ذهبية كبيرة، بعدين ذهبية، بعدين مذهبة كبيرة، بعدين مذهبة، بعدين تيك فضية كبيرة، فضية، برونزية، برونزية كبيرة، كذي تقريبا تسع جسمه ميداليات فيها. المشاركة الثانية عن تاريخ طوابع في دولة الكويت، والحمد لله حصلنا بعد على مذهبة كبيرة فيها. والمشاركة الثالثة عن تاريخ طوابع عدن. طبعا عدن من دول الراقية جدا الصراحة في الطوابع، ومن أقدم الدول العربية عدن. أيه. عشان كانت هي محطة حق السفن البريطانية في الفترات 1886 يبدون عدن من أقدم الدول اللي فيها طوابع الصراحة. وطبعا عدن تشوف المناظر القديمة عنها، يعني دولة متحضرة جدا جدا. صحيح. يعني ما تقارن مع الدول العربية الأخرى الصراحة. صحيح. وحصلنا عليه إن شاء الله الحمد لله على مذهبة. وحصلنا على تاريخ طوابع عن سلطنة عمان مذهبة، هذه المشاركة الرابعة. أربع مشاركات. الأخيرة كانت عمان. الأخيرة كان عن تاريخ طوابع في عمان. في تفاصيل عنها شيء؟ طبعا المشاركات هذه ولا تكون تقريبا نسميها 5 فريمات أو 8 فريمات. قطر تقريبا في 5 فريمات، الكويت في 8 فريمات. لما تقول 8 فريمات هي لازم، هي لما توصل الثمان فريمات لازم تكون حاصلة على مذهبة كبيرة، ما تقدر تدخل فيها في الدرجة الثانية. الحمد لله الحين قطر عندنا حصلنا على مذهبة كبيرة، يعني عندي فرصة أكبرها شوية، أكبرها وأوصلها إلى 8 فريمات. لما أكون أقول لك عن 8 فريمات، يعني أتكلم عن
ورقه 16 A4 نحط فيه تقريبا مغلفين فيها، يعني ترسل ورقه عشان تقدر يقيمونها لك. طبعا فيها تحكيمها، طبعا في محكمين عالميين هم يحكمون لك، وكل جزئيه من العرض لازم يعني تحطها بطريقه تسلسليه، يعني لازم تكون عندك انت فكره شنو القصه مالت الطابع نفسه. صحيح. اوكي. بعدين التسلسل ماله هي قيمه الطوابع الموجوده، الاغلفه الموجوده فيها، ندرتها، اذا فيها اخطاء ما فيها اخطاء، كل هذه فيها نقاط انت تقدر تعمل سكورنج عليها عشان ترتفع لك النسبه. احنا راح نتكلم اصلا عن معايير التحكيم ومعايير اصلا كل طابع وكل صوره، لكن ممكن نطرق لجاسر يعني مشاركه في هذه المحافل العالميه يعني بالنسبه له. المشاركه انا اشوف انها مشاركه جميله جدا، ولكن الطوابع انا ترى ما عندي خلفيه كبيره في الطوابع، ولكن كانت لي مثل ما تقول اهتمامات لما كنت صغير. فخلنا ممكن تشرح لنا اكثر اهميه مثل هذه المحافل اللي تشاركون فيها. طبعا الهاوي لما يبدا هاوي صغير مثلا يجمع الطوابع العاديه، اوكي، يرتبها في مجموعات متكامله، تكون طوابع جديده مستخدمه، تحطها في البومات. صحيح. عندك تكون التويزر هذا اللي تمسك فيه الطابع، يعني بدايات الطابع شلون واحد يبدا فيها. عقب فتره تقدم شويه كذي تدخل انت في مشاركات محليه، نعلم الهاوي شلون يقدم مشاركه محليه عندنا، عقب تروح على المستوى الاقليمي، وعقب الاسيوي والعالميه. طبعا احنا نادينا تقريبا في اكثر من 320 مشارك، ما شاء الله. بس تقريبا الناس اللي مقتدرين اللي يقدر يشتري يعني طوابع ويقدم تقريبا على 12 ل 15 شخص مشاركه عالميه، اللي عندهم مشاركات فعاله يعني. نقدر مشاركه فعاله ونقدر اوصلها على العالميه الصراحه، يعني هي المعايير معينه لا تدخل فيها ولا ما يقدر تدخل فيها على شو اسمه. طيب ممكن نتطرق للمعايير هذه، وش ممكن تكون هذه المعايير؟ طبعا اول شيء لازم توصل انت عشان تدخل مشاركه عالميه توصل الى 5 فريمات. الخمس فريمات هذه لازم تكون الطوابع فيها يعني طوابع نظيفه، تكون فيها المغلف ما مقطوع، ما مشقوق على جهه، ما في سكر خبر. بعض الطوابع الاشياء مع التخزين الاشياء بعض الدول يصير شكل نعم. حلق نعم. اوكي، يعني تكون نظيفه. بعدين تكون قيمه الطابع فيه ندرته، ايش كثر موجود منه في السوق، من عنده ما عنده. طريقه الختم مهم جدا بالنسبه لنا لما تختمه، زي ما اقول تاريخ الطوابع، يعني تتكلم عن حقبه تاريخيه معينه على الدوله ذيك نفسها. من كذي احنا ساعات لما نحط المغلف الرساله، اذا الرساله موجوده فيها نتكلم عن الرساله الموجوده، شو تكلم الشخص هذا اللي بعث الرساله عن شنو يتكلم قاعد فيها، يعني تعطيك شويه شكل حبكه تسوي فيها عشان شويه تسوي يعني تسوي شكل قصه معينه. صحيح. تقرب يعني القصه كلها ما تتمحور حول الطابع بس، لا، لكن الطابع والظرف نفسه او المغلف نفسه اللي كان موجود عليه هذا الطابع، واذا كان مثلا داخله رساله يعني تفاصيل معينه، ممكن بس توضيح ابو علي ايش المقصود بالفريمات؟ يعني الناس انا احاول نوصل الصوره بشكل سلس. طبعا لاحظت بدايه الجسم للعرض الفريم تقريبا هو لوحه تقريبا نقدر نحط فيها ورقه A4. A4 هذه لازم فيه تقريبا 16 ورقة. كل ورقة لازم على الأقل تحط فيها مغلفين عشان تقدر تقيم، إذا أقل بطلع من المحكم يقلل يقول ليش ما حطيت ثنتين، يعني قللت كمية الأغلفة الموجودة فيها. أنا ما أتكلم عن تاريخ الطوابع، طبعا احنا طريقة العرض عند تقريبا اكثر من 12 نوع من العروض، يعني اكثر شيء احنا مميزين فيه هنا تاريخ الطوابع. بس عندك ساعات تتكلم انت عن المواضيع، يتكلم عن موضوع معين، مثلا الشركه اللي سويناها في الامارات، انا شاركنا في 3 مشاركات، واحده عن الدببه، وواحده عن السلاحف، وواحده عن الاولز، عن شو اسمه البوم. يعني هذه مواضيع الموضوع يكون اصعب وايد من تاريخ الطوابع. يعني لما تتكلم عن الدببه تقول انواع الدببه الموجوده، الاكل اللي ياكلونه، طريقه حياتهم، شو تسوي في اجزاء الدب، شو تستخدم منه مثلا اذا جلده ولا شيء، يعني لازم تسوي لها قصه معينه وتكون على مراحل، ترتبها ترتيب على مراحل، فكره معينه تدور حول هذا عن الطوابع كلها. هو صعب جدا الصراحه، احنا شاركنا فيه بالامارات كذي عن طريقه هذه الصراحه. ما شاء الله. طيب المعايير هذه ابو علي بس للتوضيح اللي قلتها قبل شوي، هل هذه تعتبر معايير تحكيميه ام هي معايير للقبول بالمشاركه في مثل هذه المحافل؟
عشان القبعة عشان أنا يقبلوني لازم أخذ معي التحكيم، لازم أعرف عن التحكيم شنو بيتكلم عنه، يعني تركز على التحكيم أكثر عن أن حتى ترى حتى لغويا، يعني إذا ما كتبت عدل لغويا طبعا اللغات الموجودة عندي هي ما موجودة العربية بين الأسف، بس موجودة اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. صح. المعايير حتى إذا الكتابة ما مكتوبة عدل لغويا ينقص لك المحكم فيها. طيب من خلال مشاركاتك كثير شاركت في مثلا في معارض عالمية، من خلال تواجدك يعني في أشياء مثلا جذبت ناظرك أو جذبت ناظر مثلا التحكيم، الحين شاركت أنت في معرض هذا مثلا FIB اللي كان في سويسرا، إيش الأشياء اللي جذب التحكيم وخلاهم يعطوكم هذا الجوائز؟ يعني إيش المعايير في أول مثلا أول مشاركة والثانية والثالثة والرابعة؟ احنا الصراحة وايد نعاني بقلة المحكمين العرب الموجودين. يعني الأجانب ما يعرفون تاريخ طوابع القطرية مثلا مضمون هذه الطوابع. أيوة من كذي الحين احنا الحمد لله الحين مثلا عندنا محكم قطري موجود، عندنا الحمد لله عندنا محكم إماراتي، عندنا محكمين إماراتيين الصراحة، وعندنا محكم عراقي موجود في عايش في قطر بس يشارك باسم العراق، عندنا محكم سعودي، يعني من كثرة المحكمين على الأقل يقدر يقدر هو طوابع هذه. صحيح. مثلا بداية الطوابع بدأت من 1840، بس طبعا الرسائل موجودة قبل 1840 لما تم ترسل باليد ولا عن طريق الحصن ولا عن طريق البحر ولا شيء. احنا بدول الخليج مثلا قطر تاريخ الطوابع قليل جدا، بدأ ب 1950 في مايو 1950، يعني قليل جدا. يعني من أقدم الرسائل الموجودة عندنا احنا رسالة باليد من 1917 عفوا باليد، جاي من السعودية عن طريق واحد كواري واصل له. يعني هذه من قيمة جدا، موجودة الرسالة. عندكم موجودة هذه هاي مثلا قيمة جدا الرسالة الصراحة. تم المشاركة فيها ولا لا؟ الصراحة ليه ما حطيناها في ما إن شاء الله ما شك ما قدر في تاريخ الطوابع بقطر المسوي إلى خمسة إلى ثمانية إن شاء الله بنضيف 1917. عندك تفاصيل عنها يعني الطابع والشو المغلف برسالتها موجودة؟ هي مغلف، هي طبعا عن طريق السعودية، هي طوابع سعودية فترة حجازية مختومة وبعدين مكتوب ترسل باليد إلى السيد فلان الفلاني. أيه. حتى يعني الاسم موجود. يعني موجود الاسم موجود، أنا قلتها شوي بس موجود الاسم الصراحة. يعني هاي من أقيم الطوابع اللي عندنا. من الرسائل بعد من الرسائل القديمة عندنا حق عبد الله بن جاسم الله يرحمه، قيمة جدا الصراحة، جاي عن طريق المعتمد البريطاني الموجود كان في الهند، جاي رسالة كذا. أنا عندي مثلا مغلف بس ما عندي نفس الرسالة. يعني القيمة هني في الرسالة، يعني الرسالة ممكن تفرق بشكل كبير على إذا حطيت فيها طبعا الرسالة هاي بروحها يعني تجميع آخر. ما شاء الله تبارك الله. طيب أبو علي، هل يعني القيمة تكون في المغلف إذا كان مغلف مثلا بدون طابع؟ يعني هل يكون لكم اختصاص في هذا الموضوع أو لا؟ الختم أهم شيء، هي الختم اللي تبين قيمة الجسمة. صحيح. قيمة الرسالة، والختم هل هو واضح مو واضح، يعني يبين لك تاريخه، يعني هذه اللي يخلي المحكم يقول لك هذه الرسالة مزورة مو مزورة، طبعا في تزوير وايد على فكرة. صح. يعني يخلي المحكم يقعد يشك فيها ولا شيء، وفي وايد مثلا ساعات المحكم يقول لك لا أنا بقيمك ذي المرة بس مرة ثانية إذا بتعرض لي لازم تعطيني شهادة عليها. وانت توديها حق جهات متخصصة يطلعون لك نص هاف لايف أي نص الحياة، يعرفونه عن طريق الطباعة وعن طريق الحبر وعن طريق الورق نفسه، يقيمون لك الطابع يقول لك هل هو مزور مو مزور. يعني ممكن المشاركة في هذه المغلفات بس دائما يكون موجود الختم، مو شرط مثلا موجود الطابع. أهم شيء الختم، الطابع موجود بس الختم أهم شيء فيها. يعني قبل 1840 ما عندنا طوابع. صح. اوكي كانت تكسر اختام ولا تكسر باليد. صحيح. بس كانت في اختام عليها، يعني تخبر كان كم الرسالة العربية ساعات تشوفه اللي يلف فيها. صح. وختم عليه طمغه وما ادري هذه كلها، هاي تقيمة ترفع قيمه شو اسمه الرسالة اذا الختم واضح وجيد. ما شاء الله تبارك الله. طيب انا في البدايه انا ذكرت اني انا كنت بكون من هواة جمع الطوابع، لكن للاسف انتقلت للعملات، يعني ما ادري ليش ما ادري ايش السبب. ولكن بالنسبه للهواة او اللي يحبون جمع مثل هذه الطوابع، شلون ممكن يشاركون معاكم او شلون ممكن يوصلون لي او يستمرون في هذه الهوايه؟ طبعا نادينا معروف في شارع السد الحمد لله، تقريبا احنا من 1989 متواجدين. يقدر يتصل فينا، عندنا فورم معين يعبيها ورزوم رمزيه ضاربه حق الطلاب 50 ريال وحق الادلتس 100 ريال، ويقعد يشارك معنا مشاركات، يقدر يشتري الطوابع الجديده عن طريقنا نقدر نوفرها له. النادي احنا نقوم صراحه بتقريبا عندنا كل شهرين تقريبا عندنا مزاد داخلي. ما شاء الله. عندنا مزادين كبار على مستوى
مجلس التعاون يعني صراحة من أقوى المزادات الموجودة على مستوى الخليج ولا على حتى مستوى الوطن العربي. الصراحة موجودة المواد اللي تحضر فيها نحاول نراقبها يعني ما ترتفع الأسعار وايد فيها. أبو علي شلون تشوف أنت يعني تداول أو الحرص على مثلا تداول الطوابع والعملات، هل تشوف إلى الآن في هذا الزخم اللي ممكن في جيل الثمانينات والتسعينات حتى بداية الألفينات، هل هذا الحرص للحين موجود وش اللي تغير؟ أقل جدا الصراحة، ما أقول لك صراحة أقل جدا، يعني الحين المغلف ولا الطابع القديم شكل صار شكل اللوحة الفنية نفسها. أوكي الجديد فيه مثلا الحين مثلا من تقريبا قبل 9 أيام 10 أيام طلعنا إحنا شو اسمها عن كأس العالم، الماسك عن كأس العالم، طابعين صراحة جيدين الصراحة وحلوين جدا. يعني بعدين بالطابع نفسه أنت تعكس تطور البلد نفسه. صحيح. يعني بعض الدول يحطون أكثر من أفضل المصممين الموجودين عندهم يحطونه في الطوابع يطلعونه كلوحة فنية بالنسبة له. طوابع كأس العالم هذه هل هي إصدار خاص أو في عدد كبير منها، أو خلنا نقول كل واحدة لها ميزتها؟ طبعا هي كل إصدار طبعا مؤسسة البريد كل إصدار لها تقيم هي كذا تبي كمية اللي تسوي منها. إذا إصدار شكل هذا أكيد يسوون كمية كبيرة يصل ك 80,000 100,000 طابع. إصدارات مثلا بعضها جامدة عن مثلا منظمة العالمية مثلا حقوق الإنسان ولا شيء ولا كذي، يعني ما في إقبال وايد الناس يجمعونها بيكون الكمية أقل منها. نعم ما شاء الله. احنا يمكن ابو علي يعني تطرقنا كثير للطوابع ونسينا موضوعك يا جاسم، موضوع العملات، يعني تداول العملات، الاحتفاظ بالعملات والمشاركه في العملات. صحيح. يعني وين وصلت الى الان؟ طبعا احنا شكل ما قلنا احنا قول اول شيء كان نادي الطوابع وضفنا للعملات. على فكره العملات القطريه والطوابع القطريه اغوى من اغلى الطوابع الموجوده على الوطن العربي ما شاء الله. صراحه يعني عندنا احنا مثلا من اقدم العملات القطريه عمله قطر ودبي. هاي من طبعا قيمة الصراحة هاي من الستينات طبعا مجموعة قيمة جدا الصراحة، يعني توصل بالحدود 100 إلى 220 ألف قيمة إذا جديدة نظيفة. عقب إصدار قطر الأول مؤسسة النقد القطري بعد هذه الصراحة صارت نادرة جدا تقريبا تواسي قطر ودبي. هل لها مثلا يعني معارض نفس هل معرض اف اي بي اللي عقد في سويسرا كان مختص بعد في العملات ولا بس الطوابع؟ لا بس الطوابع الصراحه. معارض العملات شلون يعني؟ هي معارض عملات محليه ما حد قاعد يشارك فيه مشاركات خارجيه الصراحه برا، بس الحين في بدايتهم كان في استراليا بداوا يسووا معارض خاصه حق هذه، واحنا صراحه نفكر نسوي معرض خاص حق العملات هذه. ما شاء الله. طبعا معظم الهواة القطريين الصراحه عندهم يعني حب حق العملات وايد فيها الصراحه. ما هذا كنت بتكلم العملات الورقيه والعملات المعدنيه. المعدنيه انا تركيزي على المعدنيه اكثر من الورقيه. ولكن طبعا انت عندك شو اسمه الاموي والعباسي. صحيح. والساساني والحمد لله عندك قطر، يعني قطر تملك تقريبا من اقوى المجموعات الاسلاميه موجوده في قطر عندنا الصراحه. ما شاء الله. بعض المجموعات موجوده من متحف قطر في 1971 اول مجموعه جمعوها الصراحه. للفترة الأخيرة عندنا مجموعة قوية جدا الصراحة للعملات الإسلامية. إن شاء الله أبو علي، أنا أشكرك أول شيء على تواجدك معنا ونقول لكم ألف مبروك على هذه المشاركة وتستاهلون هذه المذهبات. كل الشكر للسيد حسين رجب الإسماعيل مدير نادي الطوابع والعملات، شكرا على تواجدك معنا وموفقين إن شاء الله في المشاركات الجاية. شكرا لكم وشكرا على شكرا لك يا أبو علي ومن الأعلى إن شاء الله. الله يرحم والديك. الله. إذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة حلقة الليلة. حياكم الله مشاهدينا الكرام جديد بعد هذا الفاصل. بمشاركة واسعة من مختلف إدارات وزارة الداخلية انطلقت بطولة الشرطة الثامنة للسباحة والتي نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. نتابع. استضافت قاعدة الضعاين البحرية بطولة الشرطة الثامنة للسباحة والتي نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة،
والتي دأب على إقامتها سنويا لهواة ومحترفي السباحة من منتسبي الجهات العسكرية. وشهدت النسخة 8 من البطولة مشاركة واسعة من مختلف الإدارات في وزارة الداخلية وقوة الإخوية، كما شهدت البطولة حماسا وإثارة في المنافسات القوية بين المتسابقين في فئتي 50 متر والتتابع الحر. البطولة هذه هي البطولة الثامنة يعني للسباحة، طبعا فيها إيفنتين اللي هو 50 متر والإيفنت الثاني اللي هو التتابع. طبعا 50 متر عندنا 4 مجموعات كانت، وخلصنا طبعا هذه التصفيات الأولى، وبعدها إن شاء الله بيكون خلصنا تقريبا الحين بعد السيمي فاينل، وإن شاء الله عندنا الفاينل إن شاء الله بيكون بعد شوي. طبعا احنا من طبعا في الاتحاد الرياضي دائما نحب ننوع، يكون تنويع من ناحيه النشاطات الرياضيه اللي نقيمها كل سنه. فهاي هاي البطوله بتكون البطوله ان شاء الله الاخيره بالنسبه حق السيزن هذا، وان شاء الله هي بطوله السباحه هذه البطوله الاخيره ان شاء الله. وتاتي البطوله التي يقيمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطه للمره 8 على التوالي ضمن سلسله الانشطه المكثفه للاتحاد لتفعيل الرياضه الشرطيه وتعزيز علاقاته مع مختلف الاتحادات الرياضيه لدفع مسيرة الرياضة الشرطية إلى الأمام وإذكاء روح التنافس الودي والعمل على تطوير النشاط الرياضي. مشاهدينا الأعزاء، في التقرير التالي نتعرف على التعاون المشترك بين مؤسسة الدوحة للأفلام والاتحاد القطري لكرة القدم لإطلاق ورشة تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية، نتابع في هذا التقرير. كأس العالم 2022 يحط رحله هذه المرة في السينما، وذلك عبر تعاون هو الأول من نوعه بين مؤسسة الدوحة للأفلام والاتحاد القطري لكرة القدم، إذ أطلقت ورشة تحدي صناعة الأفلام عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية. طبعا هذا أول تعاون بيننا احنا كاتحاد ومؤسسة الدوحة للأفلام، وله غريب يعني. طبعا الدوحة للأفلام كانوا جدا حريصين على هذه الفكرة وأيضا متحمسين لهذه الفكرة. احنا أول تعاون بيننا وبين الدوحة للأفلام، فكرنا أن احنا ليش ما نعمل أفلام خاصة للكرة القطرية وأيضا للمنتخب القطري وأيضا إنجازات المنتخب القطري، ونشارك المشاركين حتى نستفيد منهم أن يكون في شيء له دخل في الرياضة والمنتخب، خصوصا أن المنتخب راح يشارك في كأس العالم، فهي راح يعطي إضافة كبيرة لكل اللي يحبون السينما ويحبون الأفلام أنهم يستمتعون ويشوفون الإبداعات اللي راح يقدمونها الشباب من خلال الورشة. طبعا الورشة تضم يعني عدد كبير من المشاركين من الجنسين، وإحنا صراحة متفائلين خير أن راح نشوف إبداعات حتى إحنا ما كنا نفكر فيها. وتستقطب الورشة صناع الأفلام الواعدين من عمر 18 عاماً إلى 25 لمساعدتهم على تطوير أفلامهم القصيرة الخاصة بكرة القدم، بهدف توفير فرصة للمجتمع المحلي لإظهار شغفه بهذه الرياضة الشعبية قبل استضافة البطولة العالمية. وسيتعرف المشاركون خلال هذه الورشة على أساسيات صناعة الأفلام، كما سيقومون بتمارين عملية لاكتساب التقنيات المطلوبة لإنتاج الفيلم القصير والعناصر الأساسية لتطوير الفكرة والنص والسرد القصصي البصري. إلى الثقافة، حيث استضافت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرضا فنيا يتناول أبرز المعالم الحضارية والثقافية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، نتابع. في إطار سعيها الدائم لمد جسور التواصل بين الثقافات، استحضرت مؤسسة الحي الثقافي المملكة الأردنية الهاشمية من خلال استضافة معرض الأردن قصة حضارة.
افتتح المعرض الدكتور خالد السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بحضور سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدوحة وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية. ويقدم المعرض الذي يستمر حتى 7 يونيو صوراً عن المواقع الأثرية والجوانب التراثية في الأردن يعرض أغلبها لأول مرة، وتعكس الحضارات المختلفة التي مرت على الأردن منذ القدم، كما تعكس تميز الأردن بحضارته وإبداع الإنسان فيه. كوكباني يا عبد الرحمن، مسلسل كرتوني ترفيهي من 5 حلقات مدة كل حلقة 11 دقيقة، وعرضت أولى حلقاته على اليوتيوب، ويهدف إلى الترويج لمونديال قطر. لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. شباب شايفين اللي أشوفه؟ Guys, it's moving. يحكي هذا المسلسل الكرتوني الجديد حكاية مخلوق فضائي يدعى كوكباني، من أشد المعجبين بكرة القدم ويحضر كل بطولات كأس العالم. وبينما هو في طريقه لحضور مونديال قطر، تحطمت مركبته في صحراء سيلين، وعثر عليه 3 شبان قطريين قرروا استضافته حتى موعد المونديال ليتعرف خلال هذه المدة على ثقافة أهل قطر وعاداتهم وكرمهم وأسلوب الحياة وكل ما ينتظر زوار المونديال. وحقق المسلسل منذ عرض أولى حلقاته تفاعلاً ونجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، خصوصاً أنه ينطلق من مرجعية تحمل اسم كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، مع رؤية وفكرة إبداعية لواحدة من الكاتبات القطريات الشابات وهي أمل الشمري. كوكباني مسلسل كرتوني ترفيهي من 5 حلقات مدة كل حلقة 11 دقيقة، وقد عرضت أولى حلقاته على اليوتيوب، ويهدف إلى الترويج لمونديال قطر ومشاركة الثقافة المحلية مع الجمهور العالمي، وهو أول مسلسل كرتوني يجسد ثقافة أهل قطر وعاداتهم. شباب وين راح الشيء؟ سرد من صراخك يا فيصل. يا أخي شلون فلت منك من ذا كبرك؟ يا ربع مو وقت هالكلام، تكفل أثر يا أخي، يمكننا وراء الطعس. إيش رأيك الفكرة يا جاسر؟ والله فكرة جميلة كوكباني، إن شاء الله ما عينا شوي لا طلعت. لذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات ولا التواصل مع فريق عمل البرنامج، يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم ونقول لكم في أمان الله. مع السلامة.